فالحذر الحذر لابد أن نحذر. هذا هذا ودي دكتورانو ونحذر. ذكر أن قدقنا وندعو بالتي هي أحسن. أن غير نمد في عن. نعم. أيضا مما يكون أننا لابد أن نترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. وحلق مرمان الصحابة إن ينؤلوا الدين سبحانه وتعالى إن ذلك النقل ولا نذكرهم إلا بخير وحن خير أهلكم الشيقين ونمسك ألسنتنا من الكلام فيهم أبكي أنه وحن كقب سنينا إن ينؤلوا هذا النقل لأن الذي يطعن في الصحابة فهو في الحقيقة قد طعن في الله قفك الصحابة وحك الشيقين لبهان إلهي بطعنه سبحانه وتعالى وفي دين الله دين تألو وحك الشيقي وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولك ألو وحك الشيقي عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة صحابة طعني أي إنسان يطعن في الصحابة ويتكلم في الصحابة تسأله قفك استو الصحابة وحك الشيقي أما طعني أي هل أنت من المهاجرين مهاجرين المكان متاعي الذين هاجروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة كواسوها كسواجري مكة مدينة وسواجتنا مكة لفرنكور إيش يقول حورنا يا يقول له ما يبكوا لي هل أنت من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة مكان متاعي أنصار تنحو صلى الله عليه وسلم مدينة كسور دويسي مكو مدينة وهاجري يقول له ما يولي تقول وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان لابد أن نتوضع عن الصحابة هذا دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وحات كؤر نيسا وحان كمر قاتك عيا إن هذا كم إن هذا كم إذا هين ددك والله سبحانه وتعالى سورة حشر كؤما ماني ديري والذين جاءوا من بعدهم الصحابة قداشرت أخيار تتمد وحي أرنا يا إلهي ونودن بداف وندن بداف ذلك إيمان كان نوجه الرئاسة صحابة هاي. نعم نترحم على الأئمة أئمة الإسلام. أي ماذا الله وحنا ودين النحريس من التابعين وأتباع التابعين. تابعين تيقوي الرعيبة. الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. أي ماذا أفرت الإمام مالك. إمام مالك. والشافعي. إمام الشافعي. وأحمد. إمام أحمد. وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا. يا أبو حنيفة الله وذا نحرسك. وكذلك أئمة الإسلام. سيدة أصبح الأئمة الإسلام كي نحرسك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية أوكله. وابن القيم. ابن القيم. وابن المبارك. ابن المبارك. أئمة الإسلام الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، أئمة الإسلام. أي ماذا مسلمين تؤردن؟ لا نذكرهم إلا بالخير. وحن خير أنكم بشي ولا ندع العصمة إلا لمن عصم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. اسم هذا وحى الأسقينا أوكريته إلا إدا وألا سبحانه وتعالى وسقي أنبياء يرسلوا كله. نبتعد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم. وحنكف قارينا حنتا اسكديركا يوم حوا يوم عيدا. أي إنسان قف قلبا يأتيك كوي ماذا ويبدأ ينقل إليك الكلام. بلابين غركو سوغوريو ماذا تصنع محاد سمين لهيد جاء رجل الى الحسن البصري نبا حسن البصري ويمد حسن البصري امام امام بوها حسن البصري من كبار التابعين تابعين تقوى دواوين فقال له فلان يقول في كذا وكذا وعقوي ورهبل لك هبل سايس اسمك شيك شيقي ماذا نصنع انهم حايلهم اذا جاء الى الاخ هذا الشيخ انسان وقال فلان امام المسجد يقول في كذا وكذا هذه قف قيمة دقيلة هذا والهبل وحى وحس وكاشي إيش تصنع حتى ما يلاقي فعندما جاء هذا الرجل وقال الحسن البصري فلان يقول فيك كذا وكذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله مركا ونكي حسن البصري وكل يري هبل وحس وحس وكاشي جي يري قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك شيطان كم هلي وياي إذا صادر صديق هذا نهين من أرسلك يا أدي أكو صادري شيطان أرسلك شيطان بأكو صادري أنت رسول إبليس وحتى أديقها إبليس لو مشينا على هذه القاعدة ارتحنا هذه قاب فأنقص عن القاعدة يذا دتك وراح يسن لها يد ثم أنت الآن هذا الشيء هذا أديقة الناس تتكلم فيه بما ليس فيه صح دد وحكا شيء وحد هذا هذا نهين صحيح وقد تكلم الناس مدحا فيه بما ليس فيه صحيح ام لا اما هو يكون امانه امانه دو هذا لهين لماذا هو يغضب عندما يتكلم الناس بما ليس فيه صحيح ولا يغضب اذا مدحوه بما ليس فيه مركي هذيك كو امانه لو فرح سبب قش هي مركي وحكا شيغان وادق عرون هي واسدين اذا
قد يمدح بما ليس فيه وقد يقدح بما ليس فيه، فهذه تساوي هذه وانتهى الامر. وحادع كرت غفين وكوكو امان وحدا نهين اما وكوكو شيغ وحدا كوكو عيا وحدا نهين مركا تنتن وبخي بكل يا شيخ. نعم لا تنطق الا بخير وحن خير هنا كو هذين. وقل لعبادي يقول التي هي احسن الله وحوله سبحانه وتعالى ادمده يده حكو هلان مده وناكسن. نعم واصبحت المساجد عند اكثر الناس مكان للغيبه والنميمه. مساجد وحي نقطي مانتا ماشي اوغوب بدن دتك لوو حنتو اما يتكلم الناس على الامام او على المؤذن في كل المساجد تقريبا لابد من هذا. قفك اما وحي وحكا شيغيا امامكي اما مؤذنكي. الامام طول. الامام ايش؟ يطول. يطول نعم. الامام في قراءته ديرين يا اول يوم قدم الاقامه. أما ما يعني وجهور مريي أقيمتي وأخر الإقامة. أما وادي بدي أقيمتي إقامتي. أنت جئت لمن؟ أدوب محاضرة تميت هل لماذا تأتي للمسجد؟ هل كان محاضرة مساجدك؟ تأتي لمن؟ يا ذو تميت لمن تأتي؟ لله. إلهي وتعالى سبحانه وتعالى. طالما تأتي لله أنت في الصلاة. ما دام أذأل أتمي سبحانه وتعالى صلاة الكشرتا. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله وحوله سبحانه وتعالى قاركين قارك الوحان وغدقنا امتحان إما صبر إيسان. فيأتي ويضيع عليه الأجر بماذا؟ بالكلام على الإمام أو على المؤذن أو جماعة المسجد. مسايدكو إيمانا يا أجل كسلم الحقوبة بإيانا يا نعيد بحكش إمامك مؤذنك يا مدد خليل. حتى لا يتدبر القرآن أحيانا عندما يطيل الإمام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم قرآنك حتى كما قشوعي وكما تدبري قرآن قراءة من كل قدر يا وادب سنة إمامك كشيء يسوع صلى الله عليه وسلم. الكلام في السياسة. السياسة دين لقاها الله. حتى في المساجد يبدأ هناك من يتكلم في السياسة. حتى مساجد يباش صوت حكى السياسة دي. فهذا يأتي يفتح المصحف. قف كان با. يأتي إلى المسجد يفتح المصحف يود يقرأ. نعم. مساجد وصوت عليه كتب قرآن وكرافرين وأخرستو. يأتي شيطان من الشياطين. شيطان باو ايمان شهادتك كم اذا حتى لا يقول السلام عليكم حتى ما السلام ايوه يقول تعرف ماذا حصل؟ ما انت ما وقتك وحكت علي حمر رئيس الصومال ملحمينها الصوماليا صنع وحي وحي ابو سمي وصنع وحي ابو سمي واموالنا حولها يقع حقوقنا حق النقي اوي الكافر قال كي من انت تكفر وتبدع وتصنع هذه الامور في المساجد. حاذوق تهي قبت جالسين نساء بدعين نساء مساجد الحديثة. هذا الرئيس او الوزير رجل بشر. ماذا حويناها انا وزير كان وبشر هذيك وكله. انت تطلب من من؟ حاذوق يا واحد البيسهرت. من الله. الله حقي سبحانه وتعالى. لا تفتقر لا للرئيس ولا للوزير ولا للعالم ولا للتاجر وتوكل على الحي الذي لا يموت. حيث باهين المدحويني ولا وزير ولا عالم الله المول حيقا سقط رسالة سنة وديسه انشاد الضالة في المسجد يعني هناك من يأتي إلى المساجد ويقول من وجد حقيبتي. نعم قبا مساجد إيمانا يا وحرادين يا وحكالو ميسيدا بورسيدي سوكله أو يجعل المساجد كالمقاهي. المساجد وحكده مقايضها وكله شاهي وقهوه وحديث عن الدنيا وغيبه ونميمه. سيدي ميل لوغو شاهيو اما لوغو قهويو اما دون لوغو شاكيستو. لا مانع ان الانسان ياكل ويشرب في المسجد. دب ما راينو انسان كوحكو عنو كعب مساجد قديسة. لكن نجعل المسجد كالمقهى يشرب وياكل من الفجر الى بعد العشاء. ما هينا نكدينا مساجد مقاحية وكله. او نائم. اما هو اسكهر ديا. الناس تاتي للمسجد تصلي وهذا نائم. تقام الصلاة وهو لم يتوضأ بعد. دلك قرب هالك يعني تشتا وصوت وانتان، يدو الصلاة دي وحتى الغدو الأقيمة يو ولي أنو يسقبين. نعم وهناك من يشرب الدخان على أبواب المساجد. دد وحد شراء مساجد أكثر ذا كعب سيجاركا. نعم فأخواننا هذه بيوت الله. ولا ليال كوني وقريها الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. يا كظلم سن قفك كم من عنايا مساجد الهي ان لغو حسو مقع الله سبحانه وتعالى ذكر وسعى في خرابها
وأرضي إنه بابي مسجدة. خراب المساجد إما أن يكون خراب حسي أو خراب معنوي. مساجد دهين لا خربوا أما مد معنوي يكوت مادة أو لا أركية أما مد حسي يعني معنوي أو ده لدريمي كرو يميل لطابن كرو حسي. الكل مسؤول عن نظافة المسجد. قف قصة أننا نقام مساجد كنا نفتس مسؤول بكيايا من خراب المساجد يلقى المنديل في أي مكان. حيابا مساجد اللي أخرب وحكم ده إن تشيشك مساجد كالغطورة يدخل بالنعلين قباها إن للاس وقراء يدو وسخيصا ويقول هناك من ينظف المسجد دد باترا نظيفية مساجد ده وكوليهي والله ما يصنع هذا في بيته. قفك نوع سوكالي ما هي نقصة مساجد سبحانه وحا سوكالي. امرأة كانت تقم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعندما ماتت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وجال قبرها وصلى عليها لعظم ما كانت تصنع. تقم المسجد وهناك في هذه الأيام من يخرب المساجد. واحد شريح اللي نحن سلم هويني باشرتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبادي بادي ماتين سلم موسى نوغين كدب ريح بلايا آوى وحلي ويد ماتوان وآسني وحوين معادي سوغيسين ويدين قبر جدا لا تسيء وكسر تكذي محيلي شرف وحيكوي لا توحوها مسايز كن ذي فينش تقول لا يذا خراب حسي خرب يدا حسي إلا دريمي كرو رامي الأوساخ وسخذ إن القصة طور مساجد والتخريب إلا خربه وخاصة عندنا من يخرب حتى المصاحف يكتب عليها أو يشق منها أو كذا ذلك قارك مصاحف تحقق روان الجحجحان حتى لا يضع المصحف في مكانه يضعه على الأرض أو في أي مكان يعني مصاحفته حتى مير مناسب مدق نو وتأتي تنظر المصاحف غير مرتبة وهكذا مصاحفته حتى إنا نكلها سنين. لا لماذا؟ قال أنا غير مسؤول عن الترتيب يأخذ المصحف من مكاني ولا أرجع إلى مكاني ماشي أتكسو قادو ماشي لكعيدي ما قادو ماشيته. نعم إشراف استخدام المياه في الوضوء بياها ملك الله ويستقادني إلا واحد قدبه لو يدخل إنسان يهودي أو نصراني هذا الصوغة لقف يهود أم كريستان ماذا يقول؟ محو أرانا يعني أنتم احكموا أنت إيش؟ هم يحكموا يعني يعني ماذا يقول هذا؟ ماذا يقول عنه؟ يعني محي محي نقرب محي ليين كذلك عندنا خراب التفجير تفجير المساجد شذا الصوغة اللي بكنا يستوى حكم إذا مسجدين لقرحية أشد من هذا الخراب المعنوي ويعني وي حق معنوية أيابا كد يعني وحي كدرنا تاني حق معنوية ندفن فيها الأموات المساجد نه ندفن فيها الأموات قبور نجعل المساجد قبور يعني وحنها مدت كنا أنت وحن قاس إن المساجد هم قاسنا أو أماكن للشرك أما ميلها الشرك جا أو الرقص أما نيكذا يارخة أو الأغاني أما هيسها كما تسمع الآن في الجوالات ما شاء الله سيدة هذا هاتكم أغلى إسام ممحوها التليفون هذا صحيح لا يمكن أن تكون المساجد أماكن للرقص مساجد ما هي آيها تميل أو الغنى الرقص يلغو نعم وهناك من يرقص ويتمايل في المساجد قف مساجد كل حين يكون أركيس يقول أحمد بوذي يقول عيارية لابد أن نعمر المساجد مسجد وين نعمرنا قراءة القرآن قرآن تقوى عمرنا الصلاة صلاة تقوى عمرنا استغفار استغفار تقوى عمرنا ذكر الله سبحانه وتعالى سيدة الله سبحانه وتعالى الدروس المواعظ خطب دروس تأيي وعديدة يخطبوينك ننظف المساجد نطيبها مساجد ونظفينا والعرفين إياه نرتب المصاحف نرتب كل شيء نحن مسؤولين كل واحد منا مسؤول عن المسجد النقى أي مساجد مسؤول كائنان هكا تنوي نعم أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة ماذا صنع؟ وحي أبوه صلى الله عليه وسلم سافر المدينة صوغ لمحسم بنى المسجد سيد بن سيد وبنى بجانب المسجد بيت لأم المؤمنين عائشة ولسودة رضي الله عنهما مساجد كاركيس وحقد السيد بريه سودة شني حساس كيسي هذا البيت تقريبا غرفة واحدة مترين في مترين وأقل من مترين في مترين قري يعني غيران وهل متر ما لو متر منذ أن دخل المدينة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام لم تتغير هذه الحجر مترين في مترين أسلم مركو مدينة صوغ إلى لقد انتهي قري سلم هذا متر متر كاسي لقما بدلين لم يفكر عليه الصلاة والسلام في توسعة
المنزل سلم كما فكر انه من غري سو واسعيه وبلاريه وسع المسجد سيسك واسعيه بلاريه نعم اذا لابد نهتم بالمساجد ولا مساجد ان يتم خسرنا نهتم بان تكون المساجد فيها توحيد الله سبحانه وتعالى مساجد وان توحيد الله سبحانه وتعالى انه ككفى فينا يدخل الانسان الى المسجد يتذكر الاخره قبل مساجد السوق اللي هي اخر حسنيا تدخل اول ما تدخل الى المسجد تضع الدنيا خارجا رقم ساكن السوق شد الدنيا وصلت بنانك تتقدم الى الصفوف الاولى صفوف كوري حق وضيمه تصلي تكو تقرا القران قرانك داخل نيسا تشتغل بذكر الله قفك و خو شغله بيا ذكر الله سبحانه وتعالى اذا جاءك احد من الشياطين لا تتكلم معه حدي كم قفك من الشياطين تو كيما دحوها لا هذن اخطر شيطان من هو شيطان هو خطر سوايه من هو اخطر شيطان وايه نعم الله يفتح عليك يقول عندنا شيطان الجن وشيطان الانس اخطر شيطان هو شيطان الانس شيطانك ابو خطر سن وشيطانك انسي غواي اخطر من شيطان الجن شيطانك الجن يساك خطر سن لماذا هذا عيب لان شيطان الجن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب شيطانك الجن قد تعوذ بس وكاتك يا اما شيطان الانس تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا انا لا شيطانك انسى قد تعوذ بس وساك وسق امام يلا ما يترك اذا يا اخوان الحذر الحذر من شيطان الانس اكثر من شيطان الجن اين كدكتونا ان شيطانك انس كبدن انت كدكتونا شيطانك جن اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا